متعودة أنا وعيلتي نجتمع كل يوم الصبح نقسم شغل البيت على بعض. يعني مثلاً لو أنا هطبخ يبقى جوزي هينظف المواعين، وماجد هيعمل الشاي، مريم ترتب البيت، وكيمو آخر العنقود يغسل الهدوم. وساعات نبدل، جوزي يطبخ، ماجد ينظف المواعين، مريم تعمل الشاي، وأنا رتب البيت، وبارد وكيمو يغسل الهدوم. كل يوم بتوزيعة مختلفة، بس اللي ثابت دايماً إن كيمو هو اللي بيغسل. وده لأننا اشترينا غسالة فيفاتشي الجديدة من LG. الغسالة مش بس بتتميز بتصميمها المبهر وحلتها الكبيرة، دي كمان مزودة بخاصية الذكاء الاصطناعي وخاصية البخار. يعني مجرد ما بتظبطها على برنامج ميكست فابريك بتقدر لوحدها تحدد وزن ونوع خيمة الملابس وتختار درجة الحرارة وسرعة الحركة المناسبة لكل خيمة. وبكده بقى الغسيل هو أسهل مهمة عندنا في البيت، مش محتاجة مجهود حد أكبر من كيمو. فيفاتشي أذكى غسالة في مصر.